روسيا انتقمت من الهجوم الأوكراني الذي طال جسر شبه جزيرة القرم بضربات مدوية للغاية في 24 ساعة الماضية، وبدأ هذا الهجوم وهذه الضربات العنيفة بهذا الشكل. كان الإنذار حاضرا تقريبا في جميع المدن الموجودة في شرق أوكرانيا ووسطها، وكان التركيز بشكل أساسي في هذه الهجمات على أوديسا هنا المدينة الساحلية المهمة للغاية. واعتبرت الأوساط الغربية طبعا منها الأوساط البريطانية وحتى وكالة رويترز بأنها كانت ليلة جهنمية، لم تكن ليلة عادية في عملية الاستهدافات التي تمت. وطبعا عندما نلقي نظرة الآن على سبيل المثال بلقطات الهجوم حقيقة الذي جاء، انطلقت الصواريخ بهذا الشكل من شبه جزيرة القرم، وأيضا لو تلاحظ كيف الانفجارات كانت كبيرة للغاية التي جاءت على أوديسا بهذا الشكل. كل الانفجارات التي تراها هي على أوديسا تحديدا، ضربات غير عادية، ضربوا البنى التحتية بشكل كبير للغاية، لم يكن الوضع عاديا أبدا بالنسبة إلى فجر هذا اليوم طبعا والساعات الأخيرة من ليلة يوم أمس. وطبعا بالنسبة للأوكرانيين، وزارة الدفاع طبعا الأوكرانية كانت قد وضحت بهذا الشكل الرسمي اليوم بأن الهجوم كان تقريبا ب 32 طائرة مسيرة من طائرات شاهد 136، وتمكن الأوكرانيين بحسب هذه الأرقام التي ترونها من وزارة الدفاع الأوكرانية من إسقاط 23 طائرة، منها أي أن هنالك طائرات ضربت أهدافها بكل نجاح. وأيضا استخدموا الروس 16 صاروخا من صواريخ كاليبر، و13 منها تمكنوا الأوكرانيين من إسقاطها، وكانت هنالك أنواع أخرى من صواريخ الكروز قد استخدمت على البنى التحتية الأوكرانية وبشكل خاص على أوديسا. وطبعا كانت هنالك أيضا وكما تلاحظون هنا بعض اللقطات من نقطة الكنترول أو شاشة الكنترول أو السيطرة الخاصة بالأوكرانيين التي توضح لك كيف جاءت هذه الهجمات. تلاحظ الطائرات المسيرة طائرات شاهد كيف هي تحلق فوق شمال البحر الأسود، وكذلك الصواريخ بهذا الشكل وهي تقوم بهذا الاستهداف. وهذه صورة أخرى تلاحظ بأن الطائرات والصواريخ تهاجم مرة واحدة، وهاجمت مرة واحدة أوديسا وفاجأت المنظومات الدفاعية الأوكرانية. بالتالي الموضوع لم يكن سهلا بالنسبة للأوكرانيين للتصدي لهذه الهجمات، ولكن أيضا هذا الهجوم وهذه الضربات هي لم تأتي على مستوى يوم واحد فقط، بل كنا يوم أمس أيضا أمام هجوم كبير بالطائرات المسيرة وبالصواريخ، نوعا ما أقل من الهجوم الذي نتحدث عنه اليوم، ولكن هو كان جزءا من الانتقام. تتحدث هنا عن 36 طائرة من طائرات شاهد 136 الإيرانية المفخخة، أسقطوا الأوكرانيين منها 31 صاروخا، 6 صواريخ كاليبر تمكنوا من إسقاط هذه الصواريخ بأكملها، وعدد من الصواريخ الأخرى. وطبعا كانت هنالك أضرارا على البنى التحتية بهذا الشكل، هذه إحدى صواريخ الكاليبر كما تلاحظون وهي سقطت على منازل، على مقاهي، على البنى التحتية بشكل عام، ضربوها بشكل غير طبيعي أبدا. بل أي وطبعا وزارة الدفاع الروسية كانت واضحة وقالت بأننا ضربنا البنى التحتية لأوديسا بهذا الشكل انتقاما لما فعله الأوكرانيون من الهجوم الذي جاء بهذا الشكل على جسر شبه جزيرة القرم أو جسر كيرش أيضا في تسمية أخرى. وكانت صور الأقمار الصناعية واضحة لطبيعة الضربة الأوكرانية التي جاءت بهذا الشكل وعطلت هذا الجسر بحاجة إلى أكثر من مليون روبل روسي الروس لكي يصلحوا هذا الجسر، وكذلك إلى أكثر من شهر لإصلاحه. وطبعا هذه تعتبر مشكلة لوجستية كبيرة بالنسبة لهم، بل إن الضربات الروسية أيضا طالت مخازن الحبوب التي تأتي طبعا من ضمن اتفاقية الحبوب التي قامت روسيا بعدم تجديدها بسبب الضربة التي جاءت على جسر شبه جزيرة القرم، وتوقفت تماما هذه الاتفاقية. وبالتالي عند إعلانهم بهذا الشكل توجهوا ضربات بحسب وكالة رويترز كما تلاحظون على مخازن الحبوب، وأصبحت مخازن الحبوب تبدو بهذا الشكل في أوديسا كما تلاحظون، بدلا من أن يضربون السفن ضربوا المخازن، وهي طبعا ضربات مؤثرة كما تلاحظون. بشكل عام كان هذا هو شكل مخازن الحبوب الموجودة في أوديسا، وهذه تعتبر طبعا أخبارا سيئة بالنسبة للدول الأفريقية التي أو في أفريقيا التي تعتبر هي أكثر المتضررين من مثل هذه الضربات. السؤال هنا ما الذي فعله الأوكرانيون؟ هل اكتفوا فقط بالدفاع والضربة التي قاموا بها ضد جسر شبه جزيرة القرم؟ لا أبدا، الأوكرانيون كانت لديهم ردة فعل. الهجوم الأول الذي جاء في 18 أي يوم أمس 18 من يوليو على أوديسا
كانوا حاضرين الأوكرانيين بحسب موقع ريبار الروسي هو الذي وثق هذه التفاصيل. وضح أن كان هنالك هجوما كبيرا بالطائرات المسيرة كردة فعلا على الهجوم الأول بالطائرات المسيرة بهذا الشكل. وطبعا إذا ما أخذنا هذه الصورة المقربة من موقع ريبار، موقع ريبار وضح بأن كانت هنالك طائرة قادمة من خيرسون وكانت تراقب وترصد كل شيء بهذا الشكل، وبعدها جاءت الطائرات لتستهدف المنظومات الدفاعية وغيرها وتشغلها المنظومات الدفاعية الروسية الموجودة في شبه جزيرة القرم. بعدما انتهت العملية انسحبت هذه الطائرة بهذا الاتجاه، وطبعا هذا هو الذي دفع الروس فجر هذا اليوم أن يوجهوا ضربة كبيرة إلى القاعدة التي انطلقت منها هذه الطائرات المسيرة. جاءت وكالة ناسا بالأقمار الصناعية بهذا الشكل أن تصور النقاط الحمراء لتوضح لك طبيعة الضربات الروسية التي جاءت على هذه القاعدة الجوية. بالتالي إذا ما ذهبنا بطبعا أخذ بعين الاعتبار شكل المنطقة ونذهب بالقمر الصناعي لنتأكد من هذه المنطقة، نتجه الآن إلى أوديسا لكي نراها، وهذه كانت جزءا من الضربة الكبيرة التي نتحدث عنها اليوم. هذه طبعا أوديسا، وهذه هي القاعدة التي ترونها هنا التي ظهرت في وكالة ناسا. واضح جدا أن الاستهداف كان كبيرا لهذه القاعدة كما نلاحظ بهذا الشكل. ولكن أيضا في نفس الوقت الأوكرانيون كانت لديهم ردة فعل أيضا أخرى كبيرة جاءت على إحدى المستودعات الموجودة في شبه جزيرة القرم. وكالة رويترز ثبتت هذه الحقيقة اليوم كما تلاحظون، صباح هذا اليوم جاءت اللقطات من وكالة رويترز سنراها الآن عن طبيعة هذه الضربة لهذا المستودع. وقالوا بأن المنطقة التي ضربت أو المدينة التي ضربت فيها هذه المستودعات هي هذه المنطقة ستاري كريم كما تلاحظون، هذه النقطة التي ضربت. يجب طبعا أن نأخذ هذا الاسم أو هذا الموقع وهذه المدينة بعين الاعتبار. هذه لقطات الضربات الأوكرانية أو الضربة الأوكرانية التي جاءت على مستودعات الذخيرة الروسية في شبه جزيرة القرم. هذه لقطة، هذه لقطة أخرى، وهذه لقطة أخرى. ولكن في هذه اللقطة نرى بأننا أمام علامات يجب أن نتأكد، قد تكون مخازن النفطية على سبيل المثال أو موقع ليس للسلاح. وبالتالي إذا ما حاولنا أن نتأكد من العلامات التي نراها من الصورة التي نشرتها وكالة رويترز سنلاحظ بأننا أمام عدد من العلامات المهمة. نلاحظ بأننا أمام طبعا طريقين منفصلين بهذا الشكل، وبأن هنالك أشجارا يجب أن ننتبه إليها أيضا هي موجودة في هذه المنطقة. هنا شجرة أولى، شجرة ثانية، وشجرة ثالثة، وشجرة رابعة، وهذه طبعا الأشجار هي تأتي بنفس الخطوة أيضا، شجرة كبيرة وشجرة كبيرة أخرى. إذن نحن أمام هذا الشكل من الأشجار، الطريقين، مرتفعات ترابية يجب أن نبحث عنها طبعا. وبعد هذه المرتفعات الترابية تأتي هذه الغابات كما تلاحظون، وأيضا لدينا أربع أعمدة، عمودين طبعا أمامية وعمودين خلفية، وبالتالي تأتي ويأتي هذا الانفجار الكبير خلف الغابة وبجانب هذه الأعمدة الأربعة. بالتالي عمودين إلى الأمام، عمودين إلى الخلف، وهذا ما يجب أن ننتبه إليه. بالتالي بأخذ هذه العلامات والتوجه إلى نفس المدينة ألا وهي طبعا ستاري كريم التي لاحظناها الآن، تتجه الآن إلى هذه المدينة. ستلاحظ بمجرد وصولك في شبه جزيرة القرم إلى هذه النقطة، ها هي النقاط الترابية أو المرتفعات الترابية واضحة. بالتالي كل ما علينا فعله هو الاقتراب منها لكي نرى طبيعة هذه المستودعات للأسلحة التي تحدثت عنها الأنباء بهذا الشكل. وبالتالي إذا ما بحثنا عن نقطة الغابات أو الأشجار في هذه المنطقة ستلاحظ بأنها هنا وهنا مرتفعات ترابية، طريقين بهذا الشكل. بالتالي علينا أن ننظر للمنطقة بهذا الاتجاه لكي نكون وكأننا نحن من صور هذا الموقع ونتأكد من جميع التفاصيل. وطبعا نحن سنكون هنا فعلا أمام علامات متقاربة ومتشابهة. إذا ما لاحظنا الأشجار هي صغيرة للغاية طبعا هنا في القمر الصناعي، هنا 1 2 3 4 هذه الأشجار طبعا هي في نفس الخط، وهنا شجرتين طبعا تأتي في نفس الخط. وبالتالي نحن أمام طرق منفصلة، مرتفعات ترابية كما هو واضح متطابقة مع ما تحدثنا عنه، وكذلك الغابات، لكن الأعمدة ليست واضحة. وبالتالي إذا ما اتجهنا لها كل شيء متطابق لكي نتأكد أكثر بأننا لسنا أمام صدفة، لسنا أمام تقارب أو تشابه. بالتالي بالاقتراب ستلاحظ بأننا سنقترب الآن إلى اليمين من العمودين الأولى كما تلاحظون هنا. سنلاحظ هنا من الظل هي واضحة طبعا بالنسبة لنا، هذا هو العمود الأول وهذا هو العمود الثاني، وبالتالي نتجه أيضا إلى عمودي الكهرباء
الموجودة طبعا أو عامودي الاتصالات أيضا الموجودة ستلاحظها هنا أيضا موجودة بنفس الاتجاه، هذا هو الأول هذا هو الثاني، إذن هذه أربعة أعمدة وبالتالي كل شيء متوافق مع ما لاحظناه الآن من هذه العلامات. أنت أمام الآن الغابة التي طبعا كانت ظاهرة في الصورة أمام الأعمدة أعمدة الاتصال هنا، وبالتالي هذه هي مخازن السلاح التي ضربت وانفجرت بهذا الشكل المهول وهذا الشكل الكبير. وكان موقع ريبار الروسي كان قد تحدث بشكل واضح بأن الانفجار الذي جاء في هذه المنطقة أدى إلى عملية واضطرار الروس لإخراج الناس من هذه المنطقة من أربعة قرى بحسب التفاصيل، طبعا نتحدث عن 2000 شخص قد خرجوا من هذه المنطقة، حتى أكثر من 2000 شخص. وإذا ما اقتربنا من الصورة الحديث عن هذه القرى بأنهم كلهم قد غادروا وتمت عملية إجلائهم من هذه المنطقة، وبالتالي هي من ضمن هذه الدائرة، كل من هو موجود في هذه الدائرة يجب أن يخرج من هذه المنطقة. وهذا يوضح بأن لسنا أمام سلاحا عادي موجود هنا مخزن، وبالتالي هذا يوضح النجاح الكبير للضربة الأوكرانية على مستوى طبعا الاستخبارات العسكرية بكل تأكيد. وهذه الضربة يجب أن ننظر لها بأنها ليست فقط ردة فعل على الروس وما فعلوه تجاه أوديسا، لا أبدا، بل أننا يجب أن ننتبه أيضا إلى حقيقة بأن الأوكرانيون تمكنوا من ضرب جسر شبه جزيرة القرم، وأن النقطة التي تحدثنا عنها تأتي تقريبا بهذا الاتجاه لمخازن للعتاد. هم يضربون كذلك قاعدة سيفاستوبول بشكل مستمر، المنظومات الدفاعية والمنظومات الرادارية الموجودة في الداخل، وبالتالي الروس هنا أصبحوا في مشكلة حقيقية. هم لا يمتلكون الآن القدرة في عملية الوصول إلى طبعا أو إرسال التعزيزات العسكرية بهذا الاتجاه باتجاه شبه جزيرة القرم، بسبب أن الأمور الآن فقط للسيارات المدنية، لا زال هنالك ضررا كبيرا. وأيضا يجب أن نتذكر بأن سد نوفا كاخوفكا بانفجاره يعني أن المياه في وضع صعب للغاية، يضرب كل شيء موجود، مخازن العتاد أيضا بدأوا يضربونها الأوكرانيين، هذا يعني بأن المنطقة بدأت تتعرض للعزل. ويجب أن ننتبه بأن واحدة من أهم النقاط التي تتقدم لها القوات الأوكرانية في هجومها المضاد طبعا هو يأتي من خيرسون، ولنأخذ اللون الأزرق لكي نعبر عن الأوكرانيين، هي من خيرسون طبعا، والتحرك الأكبر والأخطر هو يأتي طبعا من زاباروجيا، لكن أيضا لديهم تقدم في إحدى أهم وأكبر طبعا القواعد أو أكبر الجبهات، ألا وهي جبهة باخموت. صدق أو لا تصدق، الأوكرانيون لسبب ما إلى جنوب باخموت يحققون تقدما كبيرا للغاية في هذه المنطقة، هو تدريجي، هو ليس بالسريع ولكنه فعال للغاية. وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى خارطة باخموت إلى طبعا الديب ستيتس، هذه الخارطة المهمة للغاية، وحاولنا أن نذهب طبعا إلى هذه المنطقة إلى كليتشيفكا، وبالتالي بالنظر إلى كليتشيفكا هنا نحن في 17 من يوليو، كما تلاحظون إذا ما تقدمنا إلى 18 من يوليو وإلى 19 من يوليو ستلاحظ أن الأوكرانيون سيطروا تماما على المرتفعات كاملة الخاصة بكليتشيفكا، وهذا يعني الشيء الكبير، بل إن نويل ريبورتس أيضا الأوكراني وحتى بتقارير روسية قد أكدت هذه التفاصيل التي سنذكرها لكم، بأن الأوكرانيون الآن هم يسيطرون على مرتفعات كليتشيفكا كما نرى، يضغطون على أندرييفكا وكذلك على كورديميفكا، يحاولون طبعا السيطرة على هذه المناطق ومحاصرة كليتشيفكا بهذا الاتجاه. وبالتالي الأوكرانيون يمتلكون طبعا سيطرة نارية عالية على كليتشيفكا الآن. كليتشيفكا والقوات الروسية الموجودة هناك من قوات أحمد طبعا الشيشانية التي وصلت إلى هذه المنطقة أصبحت شبه محاصرة في كليتشيفكا، هي محاصرة من الجنوب، محاصرة من الغرب، ومحاصرة من الشمال، لأن طبعا الأوكرانيون الآن لديهم سيطرة على الطريق الجنوبي المؤدي من كليتشيفكا إلى باخموت، وبالتالي ليس أمام قوات أحمد أو القوات الروسية الصامدة في هذه المنطقة إلا الانسحاب مثلا إلى أوبتنا وبعدها قصف هذه المنطقة والتخطيط لهجمات المضادة. ولكن بشكل عام الأوكرانيون لديهم هدف للوصول إلى هذا الطريق الرئيسي للسيطرة عليه وقطع طبعا الطرق على باخموت بهذا الشكل. وكانت هنالك لقطات قد نشرتها طبعا وزارة الدفاع الأوكرانية لنلقي نظرة عليها على طبيعة السيطرة على هذه المرتفعات طبعا الموجودة في كليتشيفكا، هو نشر فعلا قبل 3 أيام فقط، ويبدو بأن هذا متأخر طبعا هذا المقطع لنلقي نظرة عليه طبعا بهذا الشكل. ستلاحظ كيف أن الأوكرانيون يقومون بعملية السيطرة
أو التقدم إلى النقاط بكل حذر وتدمير طبعا الخنادق الخاصة بالقوات الروسية الموجودة هنا، وبالتالي عمل كبير من الأوكرانيين في هذه المرتفعات التي الآن بحسب الديب ستيت، بحسب معهد دراسات الحرب، قد سيطروا عليها، وهذه نقطة استراتيجية كبيرة مهمة بالنسبة طبعا للأوكرانيين. ولكن أيضا في نفس الوقت يجب أن ننتبه بأن الروس بدأوا بهجوم مضاد على الأوكرانيين طبعا، وهذا الهجوم المضاد جاءت أنباؤه من قبل الجانب الأوكراني الذين تحدثوا عن هذه المسألة، والهجوم المضاد يأتي من منطقة لوغانسك باتجاه خاركيف طبعا، وإحدى الأمور والتقدم الخطير هو يأتي باتجاه كوبيانسك التي ترونها هنا بهذا الاتجاه تتقدم القوات الروسية، وكان أخطر تقدم هو يأتي في هذه المنطقة ستلاحظونه طبعا ماسيوتيفكا إلى جنوبها، تقدمت القوات الروسية بهذا الشكل، لاحظ كيف هو التقدم، وبالتالي القوات الروسية بدأت تشكل خطرا طبعا على كوبيانسك بهذا الاتجاه. وأيضا كان هنالك تقدما في نقطة أخرى سنلقي نظرة عليها الآن، هنا بهذه المنطقة الصغيرة ستلاحظ أن هنالك تقدما بهذا الاتجاه بالنسبة للقوات الروسية، بالتالي هو تقدم ليس بالكبير، ولكن هو هجوم ينظر إليه بجدية من قبل الجانب الأوكراني، فالأوكرانيون يعلمون تماما بأن الروس الآن وبحسب ما يتحدثون به بأن الروس يفكرون في الوصول طبعا إلى كوبيانسك، ويحاولون من عملية التقدم بهذا الشكل للسيطرة بالكامل على لوغانسك مرة أخرى والوصول إلى هذا النهر، نهر أوسكال، وبالتالي يشكلون خطا دفاعيا كبيرا من أجل منع الأوكرانيين من التفكير في المستقبل من القيام بهجوم مضاد لاستعادة طبعا لوغانسك. هي أيضا تفتح الباب بالنسبة للروس إلى التقدم طبعا باتجاه ليمن بهذا الاتجاه، دعونا نتخلص من هذه التواريخ، وسنرى بأن من الممكن أن يتقدمون بهذا الاتجاه إلى ليمن وبعدها إلى سلوفيانسك وكراماتورسك، وبالتالي يضغطون بشكل كبير على هذه المناطق الموجودة في دانييتسك. وعلينا لا نستهين أبدا بالتفاصيل للهجوم الروسي الذي تحدثنا عنه الآن، فهنالك تفاصيل مهمة للغاية قد نشرت عبر صحيفة التلغراف البريطانية طبعا كما تلاحظون، والتي قالت بأن الروس قد جهزوا بحسب ما يتحدث عنه الأوكرانيون للتلغراف 100,000 عنصر لهذا الهجوم الذي تحدثنا عنه، 900 دبابة وكذلك 550 منظومة مدفعية بالإضافة إلى 370 راجمة صاروخية. بالتالي الروس متوقع أن يشكلوا تحديا كبيرا بالنسبة للأوكران، وواضح جدا بأننا دخلنا في مرحلة ليست بالسهلة من هذه الحرب.